ممكن افهم ايه اللي جابك؟ في حد يكلم اخته كده؟ كلمان بلاش شويتين دول معايا. جرى ايه يا طارق؟ هي هتحبك اكتر مني؟ دهب هتساعدك ونخلى بيك؟ ما انت خلتي بيها قبل كده يا اختي. ايه اللي جد؟ غلطانه. اكتشفت ان انا غلط. ما ينفعش ندل معاك وقت المحنه. شوفي كل كلامك ده مش هياكل معايا، انا محتاجه افهم. انا كمان عاوزه افهم. ويلا عشان ما تتاخرش على عروستك. بنوية طارق. في ايه؟ جايه بات هنا جنبك. بس ده سريري ودي اوضتي. ما هو البيت ده كله ما فيهوش غير سريرين اتنين. يرضيكي برضو ابات على الكنبه؟ انت بنت اصولي يا الهام، ولا روح يعني ابات وسط العرسان. بصي بصي، انا جبت لك ايه من دبي؟ بصي دي اخر حاجه كل الستات ماسكينها، ليتست. يعني ايه؟ سنيه دي سنيه. بس غريبة، يعني في واحدة تجيب هدية لطليقة أخوها؟ يا ستي اقبلي الهدايا بقى من غير وجع دماغ. متشكرة قوي، تسلم إيديكي. بس أنا يا كريمان بصراحة ما بعرفش أنام جنب حد على السرير. عشان كده طارق طفش يا لومي. ما تقلقيش خالص، مش هتحسي بوجودي، أنا نسمة حتى مش بتقلب، وعشان الأمان نحط مخدة في النص. بس السرير صغير، لو حطينا مخدة في النص ممكن أنا وأنتي نقعد عليه. مش عارفة، نجرب.